حياكم الله مشاهدينا، تحية طيبة، كل عام أنتم بخير ويا رب الصحة والسلام والأمان على كل العراق والعراقيين. الحلقة لهذا اليوم راح تكون مميزة بتقديم الأطباق اللي بيها اللحم. دائما احنا اشتغلنا هالأربع أيام كلها لحم في لحم. تعالوا يوم خلينا نشوف اليوم هذا الشتف المرتب الزين، راح نسويه طبخة وراح تكون هذه الطبخة أكيد بسيطة جدا. اليوم هذا الشتف راح نعمله، راح نطبخه بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة، أنه أهم شيء أنه يستوي بالطريقة السريعة، وأيضا لازم أنه يكون جاهز. أنه طبعا أكيد الطريقة راح تكون كلش مميزة حتى نعملها هنا هذا النوع من الأطباق، وأقدر أقدم لكم مجموعة حلوة من البهارات اللي راح تكون موجودة يمه، خليتهم بصفة مجموعة كلش هواية من البهارات راح أستخدم هنا. دارسينك على المرق يكون عندي هنا، ممكن أستخدم هنا مرق دجاج أو سوري مرق اللحم، واستخدم هنا مجموعه حلوه من البهارات مثل الدارسين، الكركم والكاري، ممكن ايضا اضيف هنا القرنفل بالاضافه الى جوز التبوة وايضا الورق الغار، كل هذول مجموعين مع بعض من بعض بالاضافه الى الخل، وحيكون في عندي هنا الحامض، ممكن استخدم هنا اللمندوزي. طبعا اكيد الطريقه راح تكون بسيطه جدا لعمل النوع من الاطباق. مثل ما قلت هذا الشتف راح يكون شتف الغنم. راح اطبخ اليوم بطريقه حلوه، مجموعه حلوه من المواد اللي راح اقدمها وياه. عندي خردل وعندي ايضا صوص، راح اسوي هنا صوص احمر بالاضافه الى تقديم معاه شويه شرائح من البطاطا وايضا الشجر وايضا الجزر بالاضافه الى هذا الفلفل. المقادير راح تكون كلش بسيطه لعمل الكتف اللحم المتبل لهذا اليوم. اجي هنا للطبق الثاني اليوم، راح يكون في عندي الكيكه هذه. لكن هذه الكيكه راح تكون بالمهلبي، انه اغلفها بالمهلبي، تكون عندي بهذا الشكل. كلش مهم ان يكون في عندي طبقه كامله من الكيك مثل ليالي شامية أو ليالي بيروت، تكون الكيكة بهذا الشكل. ممكن أنا خليت بيهم شوية من البرتقال، فهذا النوع من المحلبية اللي راح أقدمها لهذا اليوم بالكيكة مثل ما ذكرت، وراح أخلي لهم هنا طبقة كاملة من المحلبي وأيضا طبقة كاملة من الكيكة طبعا مثل ما قلت. هنا الشيء الحلو اللي بهذه الطبخة أنه إضافة حبوب المستكة، حبوب المستكة في هذا الطبخ، أنه راح أضيف حبوب المستكة مع المهلبي او المهلبيه، وبعدين تصير عندي شنو الحبوب المستكه. هذه الحبوب المستكه اللي هي سوينا الحقوب، لذلك راح تكون كلش قويه. هذه الحبوب راح استخدمها اليوم بهذه الاكله. هذا متوفر اكيد بالاسواق، اللي هذه هي هذه حبوب المستكه اللي راح نستخدمها اليوم. طبعا اكيد راح تكون مقاديرها جدا سهله وبسيطه وايضا سريعه. نعمل كيكه سريعه ونخليها بالفرن شويه، وبعدها تكون عندنا اكيد تمام. تقريبا هذه الاطباق اللي راح اقدر اقدمها لكم، تقريبا يكون في عندي هنا يا ثلاث طبخات. راح اختم الحلقه اليوم بنوع من الكريم اللي هو كريم الشانتيه، راح نعمله بالتفاح او الخوخ، اي نوع فاكهه موجوده عندي هنا خوخ او تفاح، فممكن نعمله احنا بالتفاح، وممكن نعمله مثل ما ذكرت بالخوخ، او حتى ممكن نعمله بالبرتقال. لكن الطريقه راح تكون كلش حلوه، نعمله على النار وبعدين يلا اخلطه مع القشطه واسويه مثل الكريمه. اذا راح تكون في عندي اليوم اطباق خاصه عيديه أو طبخ خاص عن العيد، أتمنى أن تعجبكم. أرجو وأقول يا ربي سنة خير وسلام وأمان على كل العراق والعراقيين من الشمال للجنوب. عندنا مشتركين لهذا اليوم أيضا راح نذكر أسماءهم. لهذا اليوم راح يكون في عندي أراس سعيد من بغداد، أم إبراهيم من بغداد، انتصار من مرسين، ترانيم أحمد من الناصرية، حارث إبراهيم من الأنبار، ورانيا علي من ديالة، سارة الدليمي من بغداد، شهد من الأردن، وصادق من البصرة. لذلك اليوم راح يكون في عندي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مشتركين راح يكونوا موجودين اليوم ويانا. راح نشوف اكلاتهم وطبخاتهم اكيد هنا وش طابخين، الدولمه غير الاشياء الجميله، هذا البرياني، العروق مثلا من الموصل، لكن اليوم ما عندنا من الموصل، عندنا من بغداد، عندنا من مارسين، الناصريه والانبار وديالى، وعندنا من الاردن والبصره. تحياتي لكل محافظات العراق جميعا وكل من يشوفنا ويشاهدنا. نجي اليوم للشتف، لكن قبل الشتف ممكن ارسال مشاركاتكم، وممكن انت تكون ايضا او تكونين موجوده ويانا في البرنامج بعرض طبخاتكم واكلاتكم من خلال هذا الموقع اللي راح يظهر اكيد اسفل الشاشه. هذا راح يكون موجود اسفل الشاشه. هذا الموقع هو اللي ممكن ترسلون به انتم صوركم وصور طبخاتكم، واتمنى تكون فيديوهات طبعا. وايضا ممكن اتصال بينا على ارقام الهواتف اذا حبيت تعايدون اي احد من خلال البرنامج. طبعا اكيد ممكن اتصال بينا على ارقام الهواتف اللي راح تكون ايضا موجوده اسفل الشاشه، الموجود اعطاكم وصفات طبخات والاكلات، وايضا ممكن نعايدكم وتعايدونا. لذلك راح نبلش اليوم بطبخه كلش حلوه وحلقه راح تكون مميزه. يلا نبلش بالمقادير. دائما نقسم المهمات، شويه انتم يمكم تكتبون وشويه يمي انا اطبخ. لذلك يلا خلينا نكتب الطبخه الاولى لهذا اليوم، نشوف مقاديرها الجميله هذه.
نعم مقادير جميلة. إذا راح يكون في عد فخذ راح أحتاج إلى صينيتين كبار حتى أقدر أخلي بيهم الفخذ من ما أنا أجيب الصواني الزينة واللي راح يكون فيها طبخة اليوم. مثل ما تشوفون راح يكون في عدي طبخة بسيطة سهلة وأيضا سريعة. بالبداية إيش راح أسوي؟ أنا راح أفور مي، راح أخلي المي هنا يغلي، عندي كمية جيدة من المي، وهذا عندي الثاني أيضا راح أجهزه وأخليه بهذا الشكل. شوف هنا راح أخذ مساحة كلش كبيرة من النار. طبعا هنا اللي يحب إنه يضيف، طبعا راح يكون إضافة حسب الرغبة. خلي هذه هنا وأخلي هذه هنا، طبعا إضافة حسب الرغبة كمية جيدة من المي مثل ما ذكرت. هنا أيضا لازم إنه أعطي نكهات ومطيبات في البداية، مجموعة حلوة من النكهات والمطيبات راح أبلش أضيفهم هنا. إذا راح يكون في عندي إضافة المي هنا مثل ما ذكرت حتى أسوي صلصة أحتاج إلى كمية جيدة من المي. الصوص هذا راح يكون أيضا بسيط جدا وسهل التحضير. البصل، الثوم، الإضافات اللي ممكن نضيفوها، شنو ممكن نضيفوه فممكن نضيفون، يعني بصل على ثوم. بالمي هنا راح أخلي شوية من ورق الغار وراح أخلي شوية من الثوم وأخلي أيضا شوية من المواد اللي هي ذكرناها. المواد اللي ذاكرها أنا بالمقادير هي المقادير الأساسية، أما المواد الباقية اللي بلش راح أضيفها هي مقادير تكون حسب أنتوا رغبتكم كإضافة التتبيلة أو إذا حبيت أنه أتبل هنا المواد. شو راح أسوي هنا للمي هذا؟ راح أخلي ورق الغار وراح أخلي مكعبات المرق وأتركهم حد الغليان، طبعا أكم واحد أخليهم بهذا الشكل. راح أضيف هنا قرنفل وأضيف وياه شوية من الهيل والدارسين، راح أبقي شوية أيضا من البهارات هيل ودارسين وأضيفه من هنا. هذا المي اللي راح أطبخ به أنا اللحم كله. شو حسوي هنا؟ راح أجي أخذ اللحمة هذه بسم الله، راح أخذ شوية من الزبد او ممكن نضيف شويه من اللي راح يكون اكيد حسب الرغبه. راح اخلي هنا، لاحظ هنا، يا سلام بلشنا بالطبخه. اضيف في البدايه زبد، راح احشي طبعا اللحم. شلون احشي؟ راح اجي اخذ اللحمه هذه اعمل شقوق بهذا الشكل، لاحظ هنا راح ابلش اعمله بهذه الصوره. ممكن ناخذ كتف، ممكن ناخذ فخذ، نفس الموضوع. شوفوا هنا الموضوع تمام التمام. شو راح اسوي هنا؟ راح اخذ بصل خلي يحترق الدهن، زبده، راح اخلي هنا البصل كله بهذا الشكل، اوزع على كل الصينيه هذه الزبدة هذه اللي خليتها أنا، تمام؟ ورا ما ضفت البصل بهذا الشكل راح أجي أخذ الثوم. طبعا الثوم أيضا يكون اختياري، ممكن أستخدم فص واحد أو فصين اثنين، راح يكون أكيد حسب الرغبة. أنا شو راح أسوي؟ راح أقطع شرائح وأخليه بهذه الصورة. ممكن أخلي أيضا إكليل الجبل اللي هو الروزماري وأحشي بهذا الشكل بالثوم. مثلا أفتح شوية من هنا وأفتح أيضا شوية من هنا وأضيف آني الثوم، وممكن أيضا أخلي شغلة ثانية راح أشوفكم شو راح أخلي أيضا. حشيته وأرجع أحشي هنا مرة ثانية. شو راح أخذ هنا؟ راح أخذ هيل أيضا نفس الموضوع، أفتح شقوق وأخلي بداخله الهيل بهذا الشكل، افتح شقوق واخلي بداخل الهيل، بداخل اللحم اخلي هيل داخل اللحم. وين بالله بعد يا خلدون؟ خلي هنا ايضا بالموزات
خلي هيل. نانا ايضا بالموزات اخلي شويه هيل. تمام خلاص. نانا ايضا اخلي مع البصل والبهارات اللي بقت عندي هنا راح اخلي شويه من عندها. واغلقني يا عيني اغلقني. غلق الفخذ او غلقته بهذا. شو راح اسوي هنا هسه؟ راح اخلي بهارات، اخذ ملح، اضيف كميه جيده من الملح هنا، واخذ الزبد ايضا. زبد او مثل ما قلت شنو راح يكون في عندي؟ راح يكون في عندي اللي ادهنه بهذه الصوره، واوزع البهارات مع هذه المواد مع بعض البعض بهذا الشكل. بعدين اخذ شويه من عنده نفس الموضوع، نفس البهارات وايضا شويه الملح. يا سلام. اجي اخذ شويه من الخردل. هذا الخردل راح يكون شنو؟ راح يكون اختياري حسب الرغبه طبعا. اضافته ممكن نفس البهارات اللي انا ضفتها عاديه جدا. اقلبها ايضا للصفحه الثانيه. البصل والثوم بالوسط، هذا لازم هسه اقول لكم شو اسوي له. راح ارجع اضيف ايضا ممكن شويه خردل او ممكن نفس الزبد، يكون عندي اضافه المواد كلها مع بعض البعض، او ممكن يكون في عند الخل والمواد اللي ذكرتها. شوفوا لي هنا اللحمه شلون صارت. صارت عندي بهذا الشكل. ورا ما صار عندي بهذا الشكل كامله، حاجه اخذها ويا سلام سلم. خليها على النار. هذه الطريقه اللي هي طبعا اكيد التتبيله المهمه، انه ممكن تتبلون بها انت اللحم. ورا ما تبلتها بهذا الشكل شو اسوي ثاني؟ عندي بعد طريقه ثانيه. بلش هنا اخذ البصل واخليه مع اللحم بهذا الشكل. نخلي هنا شويه لحم، نزيد النار. طبعا ريحه الدارسين، ريحه الدارسين واضحه، كل الريحه الطيبه واضحه. راح اخذ شنو؟ راح اخذ شويه شجر. طبعا الشجر اختياري حسب الرغبه. راح تقول لي هو هم شجر؟ والله طيب الشجر، بس مظلوم يا اخي، مظلوم بالمطبخ العراقي، مظلوم خطيه، لكن بالمطبخ الاوروبي او المطبخ العربي فهو يكون مشهور جدا. ناخذ شويه شجر حلوين، هم زينه وهم نوع من الخضار المميز اللي ممكن اضيفه. شفتوا هنا شنو عندي؟ هنا عندي ماي وعندي مرق وعندي الدنيا كلها. هنا انا سالق الدنيا كلها، سلقنا المواد كلها هنا مع بعض البعض. ليش الدنيا تنسلق؟ راح اخذ ايضا شويه جزر حلوين، ايضا نفس الموضوع، قطعهم كبار كبار خشنات، راح ايضا اضيفهم بهذا الشكل، اضيفهم مع البصل. ما خليت لكم ثوم هواي. ليش تقولون؟ خليت كميه قليله جدا من الثوم. حلوين ها؟ لو بعد اخلي ثوم. والله خليت ملح، انا هم اخلي ملح بالمي حتى لا انسى. نانا الملح ايضا اضيف له ملح. حلوين يا عيني. شفتوا موضوع ال شفتوا موضوع اللي هو ضفته هنا، اللي هو طبعا اكيد مهم جدا، اللي هو انه تحشوه انتم بالهيل والثوم. واكو اذا عندكم اكليل الجبل ايضا ممكن انه تسووه باكليل الجبل. تمام. هنا راح ابلش اخذ شويه من الفلفل الاخضر، اخليه ايضا بهذا الشكل. واخذ البوتيتا هسه، البطاطا ايضا بتكون اختياريه، قطعها ايضا بهذا الشكل. طبخ عربي هذا، طبخ عربي، الطبخ العربي يكون عندي بهذه الصوره. راح ابلش اضيف الخضار ايضا من هنا ومن هنا. ما راح اخلي اي ملح او اي شيء ثاني. ليش؟ لانه راح تكون في عندي كل الخضروات بهذا الشكل. الطريقه كلش بسيطه. هسه شو راح اسوي هنا؟ ورا ما ضفت هذه المواد كلها مع بعض البعض، عندي للمي، اجي للمي. انا فورت هنا مثل ما قلت مي، خليت بهارات. تمام. راح اخلي هنا شنو؟ راح اخلي هنا الليمندوزي.
وراح اخلي نانا صودة. شفتوا ايش خليت؟ خليت صودة. طبعا اكيد مهمة اضافة الصودة، مهمة لان انا ما عندي وقت كلش هواية حتى يكون في عد الصوص تمام التمام. حتى تصير الصلصة طيبة وتستوي اللحم، يستوي اللحم هم بصورة سريعة. راح اخذ بقايا الخردل اللي عندي باقي، خليها هنا، واخذ شوية معجون طماطة، ممكن يكون اكيد حسب الرغبة. من بين ما انا اقطع الطماطة هنا راح اخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. وعليكم السلام. شلونك؟ مية هلا بدنيا، شلون الصحة؟ الله يخليك. حبيت اعايدك واعايد كادر. ربي يحفظك ويخليك، كل عام وانت بخير يا ربي، صحة وسلامة وتحقيق كل الامان ان شاء الله يا ربي يومنا. الجميع ربي يحفظك ويخليك. شغالي انت. اشكركم همينة على الصور والفيديوهات اللي عرفتوها الي. والله لنا فيديوهاتك وصورك كلش حلوه، برافو عليك. الطبخ اللي تطبخيه رائع جدا، اتمنى من عندك انه تستمرين. تمام، اشكرك تسلم. طبعا بالأكل. هاي كل الصور والفيديوهات هي اشياء بسيطه يعني تعلمناها من عندك. ربي يخليك يا غالي انت، يلا ان شاء الله تتعلمون بعد اكثر عيني. ان شاء الله ربي يخليك. ربي يخليك، ربي يحفظك ويخليك ان شاء الله يا ربي تبقين مستمره ويانا بالطبخات وتسوون الاكلات والطبخات اللي احنا دائما نحاول نسوي. لاحظوا هنا انا سويت مثل الصوص، ممكن تخلون شويه معجون طماطم على نفس الماء هنا، واترككم مثل ما ذكرت لحد الغليان. موضوع الغليان راح يكون مهم جدا حتى تكون في عد الطبخه تمام تمام. راح اجهز انا فرن درجه حرارته تكون كلش عاليه. راح ابلش هنا شو اسوي؟ اسوي الصوص مثل ما ذكرت اللي هو المي، تمام يكون عندي بهذه الصوره. لحد الان المي ولا صايح اخي راسي اصلا. راح اجي اخذ موضوع هذا، الله اقلبه، اظل اقلب به لحد ما احمصه، يتحمص من كل الجوانب ويكون في عده تمام التمام. يلا اجهز هنا. لاحظوا اللحمه مالته، كل شويه اجي اشيك اللحمه واهم شيء البصل اللي خليته، البصلايه اللي خليتها والبصل اللي ضفته هنا انه يعطيني مو بس طعم ونكهه ايضا. البصل اللي خليته طبعا، خليه تتوزع الحراره. البصل اللي خليته اكيد راح احتاج في داخله، احتاج انه يكون البصل تمام التمام يعطيني نكهه وطعم. راح اخليه، خليت النار اثنيناتهم يشتغلون. اي دهن ثاني بعد ما اقدر اضيف راح اتركه للكتف. نفس الطريقه تسووها على الفخذ، ايضا يكون حسب رغبتكم. طبعا نظفنا المطبخ، الطريقه بسيطه جدا. من بين ما انا اجهز هذا النوع من الاطباق اللي لاحظنا كل شويه اجي اشيكه، نجي نشوف الصوص اللي سويته. طبعا الصوص ايضا مهم، هذا الصوص اللي يكون متكون من البهارات كلها. اللي يحب نخلي برياني ايضا كيفكم، خلوه برياني كيفكم، خلوه برياني حراره زينه. نانا ايضا حراره زينه، نانا ايضا حراره زينه. لاحظ المي بلش يغلي، خليته صودة مثل ما ذكرت، صودة تعطيني طعم ونكهه كلش طيبه. ايش راح اسوي نانا يا خلدون؟ راح اغلف المي مالته بهذه الصوره، راح اشيكه. طيبه. اللي يحب انه يخلي شويه خل ايضا راح يكون حسب الرغبه. شوفوا نانا شلون دا يصير. تتوزع، ترجعون الدهنون مره ثانيه حتى يكون نكهته وطعمته كلش طيبين. الطريقة بسيطة طبعا، ان انا اتركه مثل ما ذكرت الغليان مالته يبلش يغلي المي حتى ابلش اضيفه. لازم يغلي تماما مثل ما احنا نريد. خليه على عيني، خليه على عيني احسن حتى يستوي سريع. هذا اهم شغل عليه العينين الاثنين.
اخذ هذه اقلب الخضار شويه. ويا سلام يا سلام. لاحظ تمام. شو راح اسوي الثاني؟ المي فار عندي، اضيف المي كله وين؟ على هذا الشتف بهذا الشكل، وراح اتركهم هم لحد ما انه يغلون سوي. شفت الطريقة تكون كلش بسيطة. طبعا الفرن مو هسه يدخل الفرن، بعد شوية اتركه لحد ما يغلي وياخذ النكهة والطعام. يلا بعدين نقول له باي بايز باي بايز بالفرن. هنا أنا طبعا اللي يحب انه سلفنا ايضا راح يكون حسب الرغبة حتى ينطبخ بالبخار، لكن راح اتركه شوية حتى تشوفون هنا الموضوع ايش يصير عندي. طبعا نفس الطريقة هذه سووها حتى لو انتم مثلا طالعين بسفره على الفحم، بس على الفحم شنو يتاخر شويه، ياخذ فتره اطول. ايش قد ممكن انه ياخذ فتره اطول؟ طبعا ياخذ هنا تقريبا بالساعتين يلا يستوي برا، وهنا لا هنا شويه على النار بالطريقه هذه اللي سووها ياخذ تقريبا ساعه. راح اتركه على النار مثل ما ذكرت ونتركه مثل ما هو. راح نجي لطبخه ثانيه لهذا. شفتوا الطريقه هنا؟ اول شيء يتغلف بالكامل، يتحشى ويتغلف. بعد ما يتغلف هنا نتركه ونطبخه طبعا اكيد بطريقه بهذه الطريقه. هنا راح احضر له السليفون واتركه كلش على راحته بالهداوه، يا عيني بالهداوه. نجي للطبخه الثانيه لهذا اليوم، راح تكون في عندي طبخه اكيد ممتعه وبسيطه اللي هي عمل المهلبيه لكن مع الكعكه هذه. اللي يحب انه يشوف هذه الكعكه شلون صارت، انه تتحشى مثل ما ذكرت بشغله كلش مهمه، انه تحشوها ممكن اضيف بعض الاضافات البسيطه اللي هي كاضافه البرتقال بالوسط ايضا راح يكون. راح اخلي لنا شويه من الفستق الحلبي على الوجه حتى ابلش هنا اقطعها. راح اقطعها واشوفكم شلون نقدر نسويها. نسويها بكل بساطه طبعا. تمام، قطعوها بهذا الشكل. اول شيء الحلو هذه ممكن ايضا تسووا لها، اذا اردتوا تسووا لها شيره فمع الشيره ايضا تكون تمام. اذا حبيت تخلوها شيره واذا ما حبيت تخلوها شيره عادي جدا. ناخذ هذه، شوفوا لنا الكتف، يا عيني الكتف يا عيني. الطعم راح يكون مميز، النكهه ايضا راح تكون طيبه، وهالطبق هذا راح يكون اكيد ولا اروع من عنده. اجي اخذ قطعه جميله هذه، ما ياخذ من عنده وقت. شوفوا هنا تقطع بالكامل، ارجع اقطعها. هسه راح اشوفكم شو راح نسوي هذا النوع من الحلويات اللي بيكون طبعا كلش بسيط. ناخذها من هنا، لاحظوا هنا شلون تصير. يا سلام الكيك طبعا بالوسط. تصير تقريبا مثل اكو طبخه هي مثل ليالي بيروت، نفس الطريقه تقريبا نفس الطريقه. اتركها شويه وبعدين اقدر انه اضيف لها ممكن شويه مكسرات. شنو نوع المكسرات اللي ممكن تضيفوا؟ ممكن تخلونها انتم فستق حلبي. انا محشيها، شوفوا هنا محشيها ايضا، شوفوا هنا طبقه، تصير عندي طبقه من الكيك وخال انا شويه من الفاكهه. اذا حبيتوا انه تخلوا لها شويه فاكهه ايضا راح يكون الموضوع حسب انتم رغبتكم. هنا اخلي هذه هنا واخذ قطعه لخ اسوي لها نفس الموضوع. ايضا اخلي هنا شويه من المكسرات، نوع المكسرات اللي ممكن تستخدمه طبعا اللي هو لاحظوا هنا تنشال مثل الورد وتتخلى بالوسط وتنكل طيبه لذيذه كل شوية راح تحبوها. لكن شلون راح اصير طريقتها؟ راح اشوفكم هسه طريقتها شلون راح اصير، لكن قبلها راح اشوف اللحم هنا شلون صار. بلش
انا نسيت تمام تمام. واخذ اتصال هاتف. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بألف خير يا ربي. حياكم بالصحة والعافية. ربي يحفظك. الصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي وتحقيق كل الأمانة. اجمعين يا ربي اجمعين. صراحة طريقتك باللحم الكتف كلش عجبتني. اها. أريد أسألك سؤال. قول. سعيد. أريد طبخات يعني أنها فتشية سهلة وسريعة وعن الأطفال يعني يكون بها 6 إلى 7. نعم. يعني اقتراحاتك الفتشية العشاء. نعم. وطبخات سهلة وسريعة يعني بلا زحمة عليك. تعرف بيت جد ويعني ايه. لمة و... صح. شنو اقتراحاتك؟ يعني ان شاء الله احنا نسوي لكم حلقه خاصه مو احسن؟ وهو اي بس ثلاث يعني 3 ايام واليوم والباكر يعني بس اقتراحات سريعه ممكن؟ سهله سهله بس تعطيني افكار سريعه يعني اعطيك افكار حياة. يلا سهله هاي سهله سهله. لا تحيرين لا تحيرين ابدا. شوف الطرق كلش بسيطه راح اعطيك فكره وان شاء الله يا رب تعجبك. ايه. تمام وانت بألف خير يا ربي صحة والسلامة تحقق كل الأمانة مع عبد الله ربي يحفظك إن شاء الله. خلاص راح أتركها لنا ينطبخ بالطريقة البسيطة اللي مثل ما ذكرتين. أنا أرجي للمقادير الثانية اللي راح نعمل مثل ما قلت مثل هذا النوع من الأطباق يحتاج لأنه 3 خطوات أو 4 خطوات بسيطة جدا مو صعبة. هنا أنا مثلا أنه تتحشى تكون أدي كيكة بسيطة نعملها وسريعة طبعا وبعدين هنا نسوي المحلبي ونغلفه عفوا بالمحلبي. فالطريقة راح تكون جميلة. يلا نكتب المقادير حتى نبلش نعملها. والمقادير راح تكون كالآتي. شوف المقادير. أول شيء حتى تكون الطبخة عندكم تمام التمام تحتاجون إلى النكهات اللي هي يعني هذه النكهة اللي هي حبوب المستكة. هذا حبوب المستك بيها نكهة كلش طيبة صراحة. يعني شفت موفق باستخدام حبوب المستك مع النشا يصير تقريبا طعمه تقريبا مثل الحلقومة نفس طعم الحلقومة. بالعادة هم يخلوا له مي ورد بالعادة يعني يتخلى له مي ورد طبعا. لكن اليوم حبيت انه اضيف للمزيج هذا حبوب المستك. فشو راح نسوي؟ راح اقول لكم شلون راح نسوي المحلبي. راح اخذ هذه الكاسه عاديه جدا راح اخلي بيها سكر حلو الدنيا سكر شويه سكر حلوين راح ابقى شويه ايضا لغير شغله. راح اضيف هنا شنو؟ راح اضيف هنا النشا سكر ونشا الموضوع تمام تمام. راح اترككم هذولا واجي لي اللحم ابلش اشوي. لازم افتح الفرن مثل ما ذكرت انه تكون درجه حراره عاليه. بسم الله واقول له يا عيني باي بايز. واقول له باي بايز نانا راح اطبخه مثل ما قلت بهذا الشكل. راح نطبخه وان شاء الله يا ربي يعجبكم اكيد شكله وايضا طعمته. هنا الحراره ما اسلفكم يا مشغل العين كلها مشغله. نرجع هنا خليت شويه من النشا وخليت ايضا شويه من السكر. شو اخذ هنا؟ راح اخذ حبوب المستك اللي هي هذه حبوب المستك انه اضيفها مباشره بدون ما اذوبها. لازم انه تذوب او لازم انه اخلطها مثلا إذا كانت مثلاً إذا كانت قوية. لكن إذا كانت مثل علج المي لاحظة أخذ من عندها هالقد. يا سلام هالقد كأنها علج مي. شوفها هذه راح أبلش أضيفها بالمحلبي. ممكن مثل ما قلت أذوبها ولكن ممكن نضيفها بها حبوب المستك اللي يطلع من أداء علج المي اللي يصير من أداء علج المي. حلوين. ورا ما ضفت هذه المواد مع بعض أنا راح أبلش أسوي المحلبي أو المهلبية. أخلط البيض أخلط الحليب مع النشا بهذا الشكل. شو المطيبات اللي ممكن أضيفها يا خلدون؟ راح أضيف فانيلا أشمل لأن مرات بيكنج باودر أخلطهم سوية
لان عندي هنا بيكنج باودر وفانيلا، لذلك شميتها. راح اخلي ايضا شويه نشا كافي. شو راح اسوي هنا؟ راح اخلط النشا بهذا الشكل مع حبوب المسك وايضا السكر. حلو الدنيا سكر. راح اخليهم شويه مي، المي يكون بارد طبعا. ها صارت عندي هاي الوقفه الجميله. يا سلام، اضيفهم كلهم سوية، اضيفهم واتركهم لحد ما انه شويه تجمد. طبعا نفس الدولكه هذه راح ارجع اسوي بيها شغله ثانيه. الشغلات اللي ممكن تضاف هنا اللي هي طبعا اكيد راح يكون في عندي عمل شغله كلش مهمه، وهي شلون اسوي كيكه سريعه. كيكه سريعه بسيطه جدا، راح اخذ بيضتين اثنين حلوين، هاي واحده، هوبا هاي اثنين بدون كتكوت، بدون كتكوت يا عيني. وين السكر؟ راح اخلي السكر. اول اثنين شغلتين مهمين هو البيض والسكر. حلوه الدنيا سكر. طبعا انا اللي احب انه اخلي هيل، راح اخذ فد هيلايتين اثنين اخليهم، هاي واحده تعطيكم طعم كلش طيبه طبعا تخليوها بالمهلبي. هاي الثانيه خليت فريش طبعا، هذه واحده تلوخ ايضا اخذ. خلي ثلاثه، ثلاثه حلوين، هاي قويه زينه والله زينه. تريد فلفل؟ خلي لك فلفل بال. راح اخلط البيض بهذا الشكل. راح اخلي له شويه زبد، طبعا اضافه الزبد بالكيك ايضا مهم حتى تطلع تكون منفوخه ومنفوشه وجميله. راح اخلطهم مع بعضهم البعض حتى يصير عندي تقريبا مثل شويه الكريمه، يعني شويه مثل الكريمه. راح اجهز هنا قالب او صينيه تدخل فرن، ممكن يضاف فيها ايضا شويه من الزيت طبعا، او ممكن تخلي لها ايضا شويه من الطحين ايضا اذا حبيتوا تضيفون. خلطهم تمام. راح اجي اخذ طحين، بيكنج باودر وفانيلا، بيضتين وحليب وبيكنج باودر وفانيلا. هذه لازم شويه لانه خاف الشيط. اخلي طحين، يا سلام، واخلي البيكنج باودر مع الفانيلا مره ثانيه، ايضا خالطهم شويه مع بعضهم سويه، وارجع اخلط المواد هذه مع بعض البعض مره ثانيه. صار عندي، صار عندكم شنو؟ صار عندكم مزيج اللي هو مزيج الكيك. لاحظوا هنا صار عندي كلش تمام التمام. طبعا اظل اخلطهم تمام التمام لحد ما يمزج المواد كلها سويه، وما تبقى عندي كتل كامله من البيض مثل ما ذكرت. صار الموضوع كريمي وجميل. شو راح اسوي يا عمي جميل؟ راح اخذ المزيج هذا كلهم مع بعضهم، هذه اشويها بالفرن، وزعها، خلي تنتفخ شويه ما عندي مشكله، وبعدين اقصها بالنص. صار عندي بهذا الشكل. طبعا هذا راح اخذه فرن درجه حرارته تكون تقريبا ال 200، هسه انا عندي فرن درجه حرارته كلش عاليه، لذلك راح ابلش اشويها من هسه، اقولها باي باي. ورا ما اشويها تطلع عندي كامله تنقص. هذه مثلا عندي قياس، عندي قياس واحد هنا، أنا عندي قياس واحد. اللي يحب انه يعملها ب يعني اللي يحب انه يسويها مثل ما ذكرت، اللي يحب انه يعملها مثلا بهالطريقه هذه البسيطه، تخلوها بهيجي قالب، او ممكن تخلوها بقالب اصغر، راح يكون اكيد حسب انتم، بل اكيد حسب رغبتكم انتم. راح اخذ هذه البرتقاله الحلوه الجميله، نحاول انه نرتب المطبخ قدر المستطاع، ننظف الاشياء. طبعا اكيد البرتقال ايضا راح تكون حسب الرغبه، اضافه شويه برتقال، او ممكن اخلي موز، او ممكن اخلي حتى التفاح. هذه
لاحظ هنا انا شو راح اسوي؟ راح اقشرها بهذا الشكل. يا سلام سلم. صار عندي برتقاله كامله بهذه الصوره، راح اقطعها منها. طبعا مثل ما قلت هذا اختيار الموضوع، يعني بكيفكم. ممكن اي نوع اخر من الفواكه ممكن يضاف غير البرتقال طبعا. عند المهلبيه اشوفها شوي شوي بلشت تدخن، ريحتها كلش طيبه، حبوب المستكه اعطتها طعم كلش طيب ايضا. يا سلام سلم. تقريبا دصير عندي تمام التمام، ظل اخلطها لحد ما اتاكد ان المواد كلها مزجت سوية. مثل ما قلت حبوب المستكه اعطتها طعم كلش طيب، صراحه يعني عجبني الموضوع هذا، راح اخليها على نار هذا. نانا عندي مثلا راح اخذ هذه، راح اخليها نانا بهذا الشكل. قياس حتى يكون قياس صحيح. هاي هيك. وهاي هيك، تمام. وهاي هيك، ايضا تمام. خلاص. هذه اقطعها من نانا. وهذه ايضا اقطعها من نانا. راح اخذ هذه الطبقة. واقعدها فيت بهذا الشكل. وش اسوي هنا؟ اضغط عليها مثل تشيز كيك. شلون كانما دا اسوي تشيز كيك، اضغط على اطرافه. اضغط ايضا على اطرافه. شوية شوية. عندي نانا الزوايد. اخذ شوية منها. لازم اصغر شوية بعد. اصغر اصغر هيك. اي هاي زينة، هاي زينة، هاي زينة يا عيني. خليها ايضا في الاطراف بحيث انه تصير عندي طبقة واحدة، تمام؟ ورا ما صارت طبقة واحدة ايش راح اسوي؟ انا راح اجي اخذ شوية برتقال او مثل ما ذكرت شوية موز، راح يكون اكيد حسب الرغبة، اضافة البرتقال او اضافة الموز، واضيفهم بهذا الشكل. طبعا اكيد هذا البرتقال بدون نوى. واخلي نانا واخلي نانا. شوف الموضوع كلش بسيط، ايش راح اسوي؟ انا راح اجي اخذ شويه من المكسرات، فستق حلبي، جوز، حسب انتم رغبتكم. اجي المهلبيه واضيف طبقه كامله على كل هذه المواد بهذا الشكل. ورا ما ضفت هذه، طريقة بسيطة جدا، تتركوها لحد ما تبرد، ورا ما تبرد تكون عندكم تمام التمام. هذه الطريقة احسها انه ما تاخذ من عندي وقت، هاي واحدة. اثنين، نوع من الحلويات اللي ممكن يعطيكم طعم ويعطيكم شكل كلش حلو، فحب انه تستخدموا او تعملوا هذا النوع من الاطباق. وراها راح اصير عندكم الطبق بهذه الصورة. طبعا اللي يحب انه يزينها اكيد بحسب الرغبه، اللي يحب انه يضيف عليهم شويه كراميل. كلش طيبه مع الكراميل، راح اسوي شيء بالكراميل. يا سلام يا سلام. لا تقول لي فواكه ولا غير شيء، كراميل كلش طيبه. لاحظ هذه ايضا. يا سلام سلم. طريقه كلش بسيطه وايضا سريعه وجميله. وممكن ايضا تضيفون انتم اذا حبيتوا شويه من الشوكولا. وهذه ايضا اخلي لها شويه شوكولا في الطرف. خلي ايضا شويه شوكولا في الطرف. ودلعني يا خلدون دلعني. الطريقه والمقادير كانت جدا سهله بسيطه وسريعه. راح اترك هذا النوع من الاطباق، راح ابلش لكم بطبخه ثانيه ايضا جميله. هذه اتركها لحد ما انه تبرد. ورا ما تبرد ارجع اخليها او اخليها في البراد شويه، وبعدين اقدر انه اقدمها. مثل ما ذكرت انه حبوب المستكه راح تسويها لكم، تقريبا تسويها لكم مثل اللي تصير عندكم، يعني شلون كانما تسوون انتم مثل ما قلت الحلقوم، نفس الموضوع يصير عندكم نفس الحلقوم بالضبط. راح اجي اسوي طبخه لوخ، ما انه عندي وقت. الطبخة الثانية اللي هي راح يكون بها التفاح. التفاح لازم بالبداية اسوي مثل مارميلاد، اللي يسمى اكيد في مارميلاد التفاح. وبعدين راح اسويه هنا الكريم شانتيه.
كريم شانتيه يكون متكون من قشطة، ومو بس القشطة أيضا يكون متكون من قشطة، ويكون متكون أيضا من السكر. هذول المادتين كلش مهمات حتى يصير عندكم انتم الكريم شانتيه تمام تمام. راح اقطع هذه المواد سويه. طبعا اكيد ما اريد انه يكون التفاح اللي عندي كلش قوي، لذلك لازم انه يكون صغير. مقاديرها راح تطلع اكيد على الشاشه، ممكن تشوفوها اللي حاب انه يسوي هذا النوع اكيد من الحلويات. هذه حلويات عيديه، اقطعها بهذا الشكل واخليهم وين؟ اخليهم على النار. راح اخليهم على النار واسويهم. هنا أنا شنو المطيبات اللي ممكن اضيف لهم اياها؟ ممكن اخلي لهم شويه من مي الورد، ماء زهر، واخلي هنا شويه مي ورد. تدري نسيت؟ لو ما يذكرني بالشفوف كان ماكو، نسيت. هذه شفوف ماي ورد، اخلي لها هيل، ممكن اخلي لها حتى حبه حلوه ايضا تصير كلش تمام. راح اخلي لها انا شويه ممكن الهيل المطحون، واخلي لها ايضا شويه من الهيل المطحون مثل ما ذكرت، وايضا اخلي لها شويه من حبه حلو. حبه حلوه طيب تصير. اللي يحب ان اخلي لها ايضا شويه داسين راح يكون اكيد حسب الرغبه، لكن كل المواد هذه مثل ما ذكرت تكون حسب رغبتكم انتم. طبعا درجة حرارة عالية، الموضوع كلش طبيعي. هنا راح اجي اخذ التفاح الباقي ايضا اقطعهم بهذا الشكل ونثرمهم على راحتنا، وبعدين اخليهم على النار. خليهم على النار واخلي لهم مثل ما ذكرت البهارات اللي انا ذكرتها من هنا حتى اذوبهم سوية. احنا دائما نخلط كل من، يعني اخلط من الكريم الشانتيه يصير عندي اخلطه مع القشطه والسكر مثل ما قلت. هنا شو راح اسوي؟ لا هنا راح اضيف ايضا مثل ما ذكرت شويه سكر. حلوة الدنيا سكر، راح اضيف كميه جيده من السكر وارجع على النار. اخليه على النار، اتركه لحد ما يذوب السكر وياه. اللي يحب انه يستخدم سكر اسمر عادي جدا، ابيض او اسمر كيفكم. اذا يا اما الاسمر يا اما الابيض، فممكن نضيفه. شو راح اسوي سائل؟ مثلا خليت التفاح وراح اتركه انه يذوب كل السكر مع التفاح في البدايه حتى يصير عندي تقريبا مثل كراميل، وبعدين يلا اسوي له الكريمه الثانيه. الكريمه الثانيه ايضا راح تكون مهمه جدا. طبعا راح ابلش اسوي الكريمه الثانيه. بينما اسوي الكريمه الثانيه هنا ناخذ المشاركات. يلا نطلع اليوم شنو. ترانيم احمد، هذا شكر لمه. حلاوه شعريه،
شفنا اكيد كل المشاركات لهذا اليوم، كانت مشاركات كلش حلوه صراحه. عاشت ايديكم على اكلات وطبخات اللي دزيتوا لنا اياها، كلها طبخات حلوه وجميله. تعالوا نرجع لكريم الشانتيه. طبعا ورا ما اشوف انه تقريبا صار قد التفاح بهذا الشكل، ما اعرف اذا يقدر ايهاب ياخذ لنا الموضوع هنا. تعالوا شوف لنا الموضوع هنا، تعال شوف لنا الموضوع. اي والله قرب الموضوع، قرب كالوزني. شوفوا هنا صار عندي مثل الكراميل اللي مغلف كل التفاح. طبعا اكيد لازم يكون الطريقه بهذا الشكل. شو اسوي عندي هنا؟ خلطت كل المواد هذه مع بعض البعض اللي كانت عندي القشطه حتى يصير عندي مثل ما ذكرت هنا مثل الكريم الشانتيه. لذا كلش مهم انه يكون عندي هنا الكريم الشانتيه. تمام. يا الهي على الطعم. يا سلام سلم على الطعم. طبعا مثل ما تشوفون الطريقة كلش بسيطة لعمل هذا النوع من الأطباق. شو راح أسوي هسه؟ راح آخذ تفاح هو ساخن، أخليه مع كراميل. أوبا. وش أسوي هنا؟ أخلطهم بهذه الصورة. وتخيلوا الموضوع أنتم. من يومكم تخيلوا الموضوع. يعني صدق يا سلام سلم. آخذ الكاسات الجميلة هذه. وابلش اصبها. شوفوا هنا شلون صارت كريم شانتيه التفاح، او بنفس الطريقه تسووها انتم بالخوخ او اي نوع اخر عندكم فواكه. ماكو عندي اي مشكله، اي نوع فواكه ثانيه ممكن تصير عندكم. الموضوع كلش تمام التمام، والطعم والنكهه تصير يا سلام سلم. هنا مثل ما تشوفون بلشت اضيف هذه المواس. وش راح اسوي هنا؟ راح اخذ هذه الخاشوقه ايضا اخليها على النار بهذا الشكل، وزيد النار عليها. ارجع اداري الموضوع هذا، خلي له واوزعها بهذا الشكل. ايضا راح اخذ هذه نفس الموضوع واوزعها بهذا الشكل. هذه كريم شانتيه ايضا تكون عندنا جاهزه، بسيطه جدا وايضا سريعه. راح اضيف لنا انا شويه مبروش عليك جوز الهند، شويه مبروش عليك جوز الهند. مكسراتك يا خلدون، شويه مكسرات حلوين، شويه مكسرات هنا حلوين. ونجهز صحنها، ممكن اخليهم واحده خشب. مثل ما شفتوا الطريقة، المقادير، التفاصيل لعمل هذا النوع من الأطباق اللي كان جدا سهل وبسيط. اللحم على النار راح أضيف هنا، أضيف حبوب من الهيل. دلعني بالهيل يا خلدون ويصير عندنا تمام التمام. هذه طبعا جمدت أو بردت، اين عشاق هذا النوع من الحلويات. ايضا خلي لهم شوي من هذا الجمال، من الجمال الطبيعي. اليوم عندنا حلقه خاصه مثل ما قلنا، الحلقه الخاصه هذه هي لعمل اطباق تكون اطباق العيد. يعني مثلا شوفوا هنا الموضوع هذا، شوي خلي هنا شوية يغير الشكل مالته. صار عندك طعم جميل اللي هو طعم الشياط. يبقى عندنا هذه الأطباق اللي قدرنا نعملها اليوم. مثل ما ذكرت أنه هذه كلها أطباق تكون سهلة بسيطة وأيضا سريعة، من أول طبخة لحد آخر طبخة. الفخذ، كتف، ممكن تستخدمون اي نوع من الاطباق اللي ذكرناه اللي سويناه احنا لهذا اليوم. كانت اطباق كلش سهله بسيطه سريعه، ما لكم علاقه بالموضوع. كل الاطباق اللي احنا دائما نسويها تكون سهله التحضير وبسيطه وسريعه. طبعا اكيد ارجع واقول مره ثانيه اشكر المشاركات لهذا اليوم، كل شخص شاركنا في اكلاته وطبخاته شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وايضا اللي اتصل او يحاول انه يتصل ايضا شكرا جزيلا. مثل ما قلت اليوم اطباقي هي اطباق حلوة خاصة
بالعيد مثل ما قلت نحاول دائما نقدم اشياء تكون بسيطه التحضير، سهله وايضا سريعه من اول طبخه لحد اخر طبخه. الفخذ ايضا يساعدي تمام التمام، ايضا يبقى له شويه واضيفه مع الصوص مالته. طبعا الصوص مالته ايضا يكون مهم، الصلصه مالته بتكون مهمه، طعمها ايضا ونكهتها، نكهه الزبد اللي ضفته راح يعطيكم طعم ونكهه ايضا كلش جميله. يا سلام يا سلام سلم. شوية شوية، الله، كل المواد الجميلة اللي بيه البطاطا والأشياء. شفت ما عنده سيليفون حتى يكون عندنا تمام التمام، ما يحتاج بعد هذه. هو التختة مالته مع الصوص، شوفوا لي انا الفخذ شلون صار. هذا الفخذ مع الصلصه مالته تكون طريقه تحضيره مقاديره ايضا جدا سهله وبسيطه. لاحظوا هنا الموضوع العظم، مثل ما قلت انه ما اخذ من عندي ذاك الوقت. طبعا اكيد هنا اللي يحب انه يسويه على تمن، يحب يسويه بحسب انتم رغبتكم. اهم شيء نلاحظ ايضا الخضار اللي موجوده ويانا هنا، الخضار كلش جميله، النكهه والطعم راح تكون. شوفوا هنا الموضوع، يا سلام سلم. تعال يمي تعال يمي تعال يمي، شوف اللحمه مالته هذا شو اسوي لها؟ اغمسها هنا بهذا الشكل. يا سلام، مثل ما شفنا المقادير كانت جدا سهله بسيطه وايضا سريعه لعمل هذا النوع من الاطباق اللي يكون سهل التحضير، ما اخذ من عندي وقت، بالعكس كان جدا سريع. شو اسوي هنا؟ راح اقطع شويه من الفلفل الاخضر، نخلي هنا، اخذ شويه من الخضره ايضا نخلي في الطرف، ناخذ هالجميل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اوبا، اضيفه بهذا الشكل. شكل اللي وياه هنا الزينه مالته منه وبي، الزينه مالته شنو راح يكون؟ راح تكون هذه الخضار، هذه الخضار الجميله اللي سويناها سويه هي الزينه مالته. اخذ ايضا كل الخضار اللي عندي هنا. يا سلام، شو من عندك تكلوزني عليه كلوزه من هذه الجميله، لانه هذا الطبق هو طبق عيدي، عيديات يا عيني، عيديات عيديات يا عيني، مو خلدونيات. ورا ما يكون عندي اجيب لك تخته. بسم الله، لا 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 لا، ما له علاقه الموضوع. وهذه الاطباق سهله وايضا بسيطه سريعه وايضا جميله، اتمنى انه عجبتكم من اول طبخه لحد اخر طبخه. الكتف صار عندي تمام التمام، اضيفوا له شويه الصوص على الوجه وخلص. هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم، أطباق سهلة بسيطة سريعة، أتمنى إنه هذه الأطباق عجبتكم، أكيد تنتظرون إن شاء الله يوم غد بأطباق جديدة وجميلة جدا. مني أنا الشيخ خلدون من مطبخ خلدون، باي باي.